السلام عليكم. انا كنت واجد حدا باب مراكش في الصويرة، الباركين ديال باب مراكش. كما كتعرفوا البارح اكتشفنا مدينة الصويرة، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم سنشد الرحال الى جنوب الشرقي مراكش. غادي نكتشفوا لافالي ديال اوريكا وستي فاطمة، وواحد المدينة العريقة سميتها غمات، مدينة عريقة التاريخ ديالها كيرجع للعهد الإدريس الثاني سنة 1832. بقاو معنا نمشيو نكتشفوا مدينة غمات وستي فاطمة وأوريكا، جنوب الشرقي مراكش في الأطلس الكبير. بعد ما درنا واحد 170 كيلومتر من الصويره لمراكش، جينا للجنوب الشرقي ديال مراكش واحد 40 كيلومتر. حنا كنتواجدوا في اوريكا، في لافالي ديال اوريكا. يلا وصلنا، دروك غادي نمشي نهز الباليزه ديالي من الطوموبيل باش نمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم للوطيل. كان غادي نباتو ومن الفوق ديال التيراس، من التيراس ديال الوطيل غادي نصور لكم واحد الفيو بانوراميك واعر من الفوق. دروك غادي نمشي نهز الباليزه ديالي ويلا نمشيو للفوق التيراس ديال الموطيل. غادي نجي كيف ما نحتاجهاش دروك، غادي ناخذ الباليزه ديالي الى الاوتيل. من بعد الاوتيل غادي نمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم لستي فاطمه. ستي فاطمه فين غادي نشوفوا واحد المنظر والشلال. بقاو معنا، دروك غادي نمشي للتيراس ديال الاوتيل نصور واحد المنظر جميل من الاعلى. عندي هي البلاصه ان شاء الله فين غادي نباتوا في هذا المحل، محل واعر، واحد الفيو بانوراميك والحديقه والاشجار ديال الليمون اللي كما كتشوفوا. المهم المحل من ذاك الشيء الرفيع، نطلع من هنا ان شاء الله غادي نمشي للتيراس نصور من الفوق ان شاء الله. ياخذ واحد شويه ديال الوقت مع هذا الوطيل المحل. تبارك الله، ندير الباليزه ديالي هنا حتى نرجع. نمشي للشومبر دركا، يمشي للفوق. هاد البيكالا هادي يمكن غدا غادي نديها ان شاء الله الرحمن الرحيم وكاين ظن. ولا هادي فيها جوج بلايص، اللي بغى يجي مرحبا به، نديه معايا لاوكاين ظن غدا ان شاء الله. هاني داخل البيت فين غادي نبات ان شاء الله الرحمن الرحيم في هاد الوطيل. نطلب الباليزه ديالي من الباكاج، نمشي نطلع الفوق نشوفوا واحد الفيو بانوراميك. لوح علينا الباليزه هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. البيت زعما داكشي من داكشي الرفيع، واحد لي واحد دابل لي دابل بيت نادر وان دير. الشمبر التيران ديال التنس هاد، ماشي الشمبر. هنا نلعب فيها التنس والريشة والبوكس والبوكسين. هادرك كنت واجد فوق المحل، فوق الوطيل.
ولا الرياض جيست هاوس، هو البيسين وراه لي كليون كيتغداو. المهم المنظر جد جميل، مناظر خلابة، وواحد الفيلاج الفوق ندور الكاميرا، واحد الفيلاج من الفوق ديما هادو كيتمنظرو في هادو فهاد لافالي ديال اوريكا. دروك ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشيو نشد الطريق لستي فاطمة، ستي فاطمة، ونطلعو لواحد المنظر حتى هو من داك الشي الرفيع، ونشوفو الشلال ديال ستي فاطمة ان شاء الله. حنا دروك متجهين لستي فاطمة، شادين الطريق لستي فاطمة. ستي فاطمة واحد 45 إلى 50 كيلومتر من مراكش، جنوب الشرقي ديال مراكش. كاين ستي فاطمة، غادي نمشيو من ديرو لا فيزيت ديال الشلال، ونمشيو نطلعو للبانوراميك، نشوفو واحد المنظر الخلاب. وستي فاطمة واحد القرية صغيرة ولا مدينة صغيرة، لعدد السكان ديالها أكثر من 5000 نسمة. وهذه المنطقة هذه هذه البلاصة معروفة بزاف بالسياحة، داي تريب أو جولة اليوم من مراكش. الناس كيجيو سواء الأجانب سواء المغاربة كيجيو لهنا يدوزو الويكاند، يدوزو الويكاند ديالهم هنايا ويهربوا من الحرارة والصداع ديال مراكش. كما كتشوفوا هنا اليوم الحد، الناس كل شيء خارج من مراكش، كاين اللي خارج من مراكش من اي تورير، من المهم المناطق ديال مراكش. كل شيء عطا الله الخير هنايا، موجود الديور لي زابارتمون الكرا لي ريستوران، عطا الله الخير. كما كتشوفوا الدنيا اليوم محركه القضيه عند اصحاب المحلات وعند لي ريستوران هكا. ديما في الصيف هكا كيكون هاد البلاصة هادي. وفي الشتا غير إلا كاين الثلج كيمشيو للجهة وكيمضن، أما هنا في الشتا ما غاديش تشوف فيها حتى دبانة هنا في هاد المنطقة. كتكون شوية السياحة الخارجية، ولكن السياحة الداخلية شوية كتكون ناقصة مع العطلة والحال بارد، مع القراية والحال بارد شوية كتكون القضية شوية مرخوفة هنا. أصحاب المحلات ولي ريستورون ولي زابارتمون ولي زوطيل. يلا خليكم معنا نمشيو إن شاء الله لستي فاطمة. كنتواجد في الباركين ديال الشلال ديال ستي فاطمة، خاص واحد ربع ساعة إن شاء الله نطلع للفوق باش نوصل للشلال. كما كتشوفوا الناس هنا كيتغداو، وهذا هذا الجمال ديال كاين بزاف الأكتيفيتي تسمى يدار هنا، بحال تركب الجمال ولا دير واحد الإكسكيرسيون بالجمال ولا بالعيدان ولا بحال هاد الصغير هذا ديال الدراري، ديال الأكتيفيتي ديال الدراري الصغار. نمشيو للفوق دراك ونشوف واحد المنظر الرائع. باش توصل للفوق اللي فين هاد البلاصة اللي فيها الشلال، خاصك واحد ربع ساعة من كما قلت من الباركين ديال ستي فاطمة. ويلا ضربت انا دروك 7 دقايق والقلب ديالي يريد ان يطير من مكانه، ولكن الناس الكبار كاع كيدورو، هما الناس طالعين غاديين للفوق. كما كتشوفوا المنظر من التحت، الناس راهم جالسين في المقاهي، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكمل للفوق. باقي نص الطريق تقريبا.
باش نوصل لفوق. وأخيرا وصلت إلى الشلال، هذا هو الشلال، ربع ساعة والقلب ديالي كي يطير. يلا وصل، والآن للاستمتاع بالجو الرائع. ان شاء الله نمشي نتبع هذوك اللي طالعين لفوق الى لما نطيح من ديك البلاصه. باش تجي للشلال ديال ستي فاطمه وتوصل هنا لا للدهن. واخيرا في القمه، هذا هو الشلال ديال ستي فاطمه. باش توصل هاد البلاصه هادي ماشي ساهل، خاصك واحد ربع ساعه كما قلت، حتى ربع ساعه حتى توصل الشلال من التفليه. خاصك المهم الهايكين، خاصك الهايكين باش توصل هنايا. ما كيوصل هنا غير اللي بحالي سليم، اللي فيهم لا باريكا انتيردي. الا بغيت توصلها، بغيتو توصلو هاد البلاصة هادي، خاصكو تنقصو من لا باريكا، حيت واحد البلاصة ما كيطلع ليها النت غير الدراري مثل بحالي انا وبحال الدراري الاخرين، راهم في واحد الشلال اخر ليه. حنا بربعة اللي طلعو لهاد البلاصة هادي، اما البقية كلشي بقلت، حيت هاد البلاصة هادي كتزلق بزاف، غير كتسلم النت تمشي غادي نمشي للبلاصة اللي باش نصور منين طلعنا. من هنا طلعنا، ولكني كنخمم درك كيفاش غادي نهبط، كيفاش غادي نمشي لتحت. هذا هو المشكل، انا طلعت ولكني مهبط. السلامة يا الله، المهم الله يحضر السلامة. باش توصل هذه البلاصة هذه ممنوع القلوب الضعيفة. القلوب القوية هي القلوب القوية لازم. ممنوع القلوب الضعيفة وصحاب الكرشة، اللي فيه الكرشة وخصك تكون عندك الخبرة في تسلق الجبال باش توصل، باش تطلع من الفوق خصك يكون عندك الحبال. المهم احنا غادي نهبطو، السلامة يلا. شوية عليك الأخ، شوية. احنا قرب نوصلو لتحت، قريب ان شاء الله نوصل لتحت. الدراري ما طلعنا ولكن في العصور باش تهبط، واعره باش تهبط. انا لله وانا اليه راجعون، الى مشيتي طفتي من هنا. الدراري كيف ما يصيح. سلام سلام. شوية عليك واد الدراري لا تشوف. هذا هو الشلال و قريب نوصلو لتحت، ما بقى والو. دروك ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتجهوا نعاود نمشيو شويه نهضروا على التاريخ. شفنا الطبيعه، واخا حتى فيها شويه فيها الطبيعه وفيها، نمشيو للتاريخ، نمشيو القرية أو الفيلاج غمات. الفيلاج غمات من تماك نهضرو على الإسطوار ديال غمات. رجعت للباركين، غادي نمشي للباركين. هادي هي ستي فاطمة، لا فالي ديال أوريكا، لا فالي ديال أوريكا. وعادت حالمة إلى عادتها القادمة، والآن إلى غمات، الى قرية غمات او مدينة غمات، المدينة العريقة.
لجامعة غمات، قدمنا الرومبوان على اليسار. كما كتعرفوا غمات عندها واحد التاريخ عريق جدا، كيرجع للقرن 8 في العهد الإدريس الثاني. الإدريس، شكون جاب الإدريس الثاني لهذه البلاصة؟ وهو كان كيحكم في فاس. الإدريس، اسمعي كنصوك. الإدريس الثاني، ملي توفى الإدريس الأول ولا الحكم الإدريس الثاني. الإدريس الأول توفى والضريح ديالو كاين في مولاي إدريس زرهون، واحد 6 كيلومتر شرق فوليبيليز أو مدينة واليلي. ملي توفى مولاي الإدريس الأول، تولى الحكم الإدريس الثاني. ملي تولى الإدريس الثاني الحكم، أعطى الحكم الأولاد، وكل واحد أعطى له الحكم في واحد البلاصة. وهنا تولى الحكم لإدريس عبد الله، ما يسمى وهما من سميتو قبائل. وتزوج واحد السيدة صنهاجية، ومن ثم كيسميهم الصنهاجة، هذاك قبيلة إدريس الأول إدريس عبد الله. تزوج واحد السيدة من قبائل الصنهاج في ذلك الوقت، ولاو كيقولوا لهم قبيلة الصنهاجة. المهم دريك نمشيو نشوفوا الأثر ديال غمات، ونعاود نشرحو إن شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي وكاين واحد البلاكة فيها مكتوب فيها كل شيء، غادي نصورها، وممكن توقفوا الفيديو وزيدوا المعلومات باش تعرفوا البلاصه مزيان. اي واحد سيرتو هاد الدراري اللي خدامين في السياحه، من الاحسن باش يعرفوا. الا بعض المرات كطيح لك شي بلاصه كاع ما عمرك سمعتها في المغرب وبغيت التاريخ ديالها، ومن الاحسن اي واحد يقرا على كل شيء باش يعرف التاريخ ديال البلاد. الا مشى مع شي كليان ولا شي باش يعرف اش يقول. هذا الاثار التاريخي ديال غمات، كيتواجد 30 كيلومتر جنوب الشرقي ديال مراكش، بين مراكش وأوريكا، طريق أوريكا سيتي فاطمة وكيمدن، 30 كيلومتر. وراه كلشي دروك باين، كلشي جي بي اس يوصلك للبلاصة. أنا حاليا كنتواجد حدا الموقع الأثري غمات، اللي كيرجع التاريخ ديالها للقرن 8 العهد الإدريس الثاني. شكون اللي جاب الإدريس الثاني لهذ الغمات؟ كما كتعرفوا الإدريس الأول هو اللي أسس ولايات المغرب في الأواخر القرن 7. وملي مات الإدريس الأول واسميتو ديالو والضريح ديالو كيتواجد في مولاي إدريس زرهون، 6 كيلومتر شرق فوليبيليز، وتولى الحكم مولاي إدريس الثاني. ملي تولى مولاي إدريس الثاني الحكم، عطى الولادو كل واحد يحكم واحد الجهة، كما عطى هاد البلاصة هادي ديال الحوز، عطى لإدريس عبد الله، ولدو لإدريس عبد الله. كما كتشوفوا من مورايا هنا، هادو الحمامات تبناو في العهد المرابطين. كما كتعرفوا المرابطين هي واحد القبيلة أمازيغية، جات من العمق الصحراء، وجات استقرت في السجل مسا، وبغاو يكبروا الإمبراطورية ديالهم، ومشاو لتارودانت، استقروا في تارودانت كي ينشروا الدعوة الإسلامية. ملي استقر الإسلام في القبائل نواحي تارودانت وفي المناطق، جاوا الأطلس في واحد البلاصة كتسمى تينمل، استقروا تماك في تينمل، ولكن لقاو الظروف تماك صعيبه بزاف باش يعيشوا في ديك البلاصه، حيت فوق الجبل ما كاين الفلاحه ما كاين والو، قرروا يهبطوا لهاد البلاصه هذه اللي مواطيه، واستقروا في هذا سميتو. واخا لقاو المشكل مع القبائل ديال هنا، المهم نشروا الدعوه ديالهم واستقروا هنا قبل ما يمشيو لمراكش. يعني هذه المدينه هذه قديمة على مراكش بشحال من تقريبا 200 سنة، عاد تأسس مدينة مراكش
في 1600 1062 في 1062 من طرف المرابطين يوسف بن تاشفين، والقائد ديالهم يوسف بن تاشفين في القرن 11. هاد البلاصة هادي الحمام، هادو هو الحمامات اللي هما المرابطين. كما بناوهم في تينمل، في تينمل كاين بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل ديال الحمام، حيت ما يمكنش ما لقيت هاد الشي سد، داكشي علاش يمكن كيسد كيتحل يمكن من 9 حتى ل 3، وانا جيت شويه روطه هادي السته هادي. ما هي هادي عاود البني قالهم شي حاجه هنا ما عرفتش هادشي. من البنية القديم عندنا هادي، واخا كاينة الشمس شوية غادي نمشي كاينة واحدة أخرى اللي هي كتبان مزيان. هذا اللي بغا يزيد عاود شوية المعلومات على هذا الموقع الأثري ديال غمات هم باللغة العربية، واللي ما كيفهم اللغة العربية الفرنسية. وممكن أن توقف الفيديو وقرأوا على خاطركم. البلاكة هذه فيها أوكي من ستي فاطمة نيشان عليمن تحناوت وأي تورير في ديك البراشمة. إن شاء الله غدا إن شاء الله يمكن غادي نمشي لأوكايمدن. استفدت مرة شفناها اليوم أوريكا لافالي ديال أوريكا. غدا إن شاء الله أوكايمدن ولا تحناوت أسني إملي، الطريق ديال تحناوت ندوز على تحناوت أسني إمليل إن شاء الله الرحمن الرحيم. شمهاروش ندوزو نشوفو شمهاروش، نمشيو نطلعو للفوق إن شاء الله الرحمن الرحيم. الى مشيت لتماك، الى ما مشيت غادي نمشي ان شاء الله ل اوكايمدن. كما تعلمون اننا وصلنا لنهايه الحلقه، وكنتمناو ديروا واحد جيم وديروا واحد الكومونتير لتحت اش من عندنا بغيتو تشوفوا نكتشفوا معكم. وما تنساوش ديروا واحد سبسكرايب، واحد البوطون الاحمر تماك في اليمين ديال التليفون ضغطوا عليها باش يوصلكم الجديد. بارك الله عليكم، وما تنسوا الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم.